السيدة سمية أحمد الشافعي هي مؤسسة شركة ميدسكيب للسياحة العلاجية وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية سيدات أعمال مصر. هي من محافظة إسكندرية، وشركتها دورها باختصار شديد جدا هو تلقي طلبات أصحاب الحالات المرضية من الأجانب للعلاج في مصر، وتحويلهم حسب الحالات للمستشفيات المصرية أو للأطباء المتخصصين في الحالة المرضية، بخلاف ترتيب إجراءات السفر والإقامة والتنقلات الداخلية ورحلات السياحة في مصر أو رحلات الاستشفاء. وطبعا ده موضوع معقد جدا وما ينفعش فيه خطأ واحد. وخلي بال حضراتكم، السيدة سمية أحمد الشافعي مؤسسة شركة ميدسكيب للسياحة العلاجية نجحت خلال العام 2023 في تقديم خدمات السياحة العلاجية لعدد 1482 حالة مرضية من الأجانب، وساعدتها في بدء رحلتها العلاجية في مصر، وكلها كانت في تخصص الحقن المجهري اللي بقى من أهم التخصصات الطبية طلباً في مصر حالياً. وبالمناسبة السياحة العلاجية مورد هام جداً للدخل القومي في العديد من دول العالم زي ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وتركيا وكمان مصر، وفي منافسة عالمية على الحالات المرضية الراغبة في تلقي العلاج خارج أوطانها، لدرجة إن في دول بتحدد أسعار منخفضة جداً للسياحة العلاجية، أو بالمعنى الأدق بتحرق الأسعار عشان تضمن جذب أكبر عدد من الحالات المرضية، ولما بيجي وقت الحساب النهائي بتكون الفاتورة مختلفة تماماً، وده عمره ما بيحصل في مصر. تعالوا نقابلها في مكتبها بمحافظة اسكندرية. السيدة سمية أحمد الشافعي، حضرتك دخلتي مجال مهم جداً في العالم كله، وهو مجال السياحة العلاجية. مليارات الدولارات من أول أمريكا لغاية أوروبا لغاية أفريقيا لغاية كندا أستراليا، كل العالم بيتنافس على اكتساب الحالة المرضية، صح ولا لا؟ عشان يقدم لها خدمات نموذجية. مصر دولة كبيرة جداً في السياحة العلاجية، وعندنا أعلى مستوى من العناية الطبية. حضرتك أسست شركة ميدسكيب، دي شركة متخصصة في السياحة العلاجية، وقدرتي إنك تقدمي خدمات لأكثر من 1482 مريض في سنة واحدة، صح ولا لا؟ تمام. يعني مصر فيها فرص كبيرة جدا في هذا القطاع. جدا. خلينا نتعرف على القطاع ده من خلالك، ولكن في البداية عايز أتعرف عليك شخصيا، إيه اللي دخلك في هذا المجال؟ ويعني إيه سياحة علاجية؟ بسط لنا المعلومة. أنا سمية شافعي. أنا من اسكندرية. طبعا أجدع ناس. أجدع ناس. إحنا الأول خالص أنا بدأت في مدرسة خاصة في اسكندرية، بعدين بعد كده دخلت كلية فنون جميلة اللي هي بعيدة تماماً عن مجال الطبي. جامعة اسكندرية؟ جامعة اسكندرية. وأنا أول لما دخلت كلية أول سنة قلت لهم طب أنا هطلع إيه؟ يعني هشتغل إيه في كلية؟ أنا مش حاسة أني هبقى فنانة، يعني ما كنتش حاسة خالص أنا إن مش أنا فنانة. الحس الفني ده لأ ما حسيتوش تماماً. اشتغلت في التلفزيون فترة عن 3 شهور. مذيعة بقى وبتاع؟ لأ اشتغلت في الإخراج والإعداد، أنا بحب أبقى ورا الكواليس يعني. بتصنعي الحدث يعني؟ بحب قوي. برافو. حتتي. بعد كده السنة اللي وراها جالي أوبشن إن أنا أبقى آخد زي تدريب في مكتبة اسكندرية للنشر، وكنت بعمل كتب. بنعمل الكتاب من اول الكفر لجوه وبتعلم اكتر. يعني اشتغلت في تخصصك؟ اشتغلت في تخصصي. عشان كان لازم ادخل بقى اشوف تخصصي ده هعرف اشتغل فيه ولا لا. وبعدين قعدت هناك لمده سنه، ووقتها انا مسكت اول ظرف في حياتي، انا لقيته جاي اول شهر بيديني ظرف يقول لي المرتب. قلت له مرتب وانا باخد مرتب من هنا بفلوس؟ قال لي تاخدي مرتب زيهم، ايه المشكله يعني. بعد كده اشتغلت تاني، رحت شركة استثمار، والشركة دي كانت قدامي لأول مرة أقابل رجال أعمال، بمعنى رجال أعمال اللي هما بيبدأوا حاجة من الأول وجديد، بيعملوا نوايا. شركة استثمار يعني في كذا قطاع؟ كذا قطاع. عقاري، صحي، أندية. عندهم نوادي كبيرة في اسكندرية، عندهم أوتيلات،
كان عندهم مصانع، كان عندهم عمارات وعقارات موجودة على مستوى اسكندرية كلها. إيه اللي جذبك في السياحة العلاجية؟ اللي جذبني في السياحة العلاجية أن أنا اشتغلت بعد كده في شركة تنظيم مؤتمرات طبية لمدة 10 سنين، اشتغلت مع الدكاترة، لقيت إن هم عندهم الحاجة. 10 سنين كاملين في تنظيم مؤتمرات؟ 10 سنين طبية فقط؟ طبية فقط. كنا مينلي بنسوق في الاول في الوقت ده لسياحه المؤتمرات، ان احنا نجيب اجانب يجوا يتعلموا هنا في مصر كطب يحضروا مؤتمرات علميه بالظبط. وبعد كده بدا الموضوع يقلب شويه، جاء كلمنا ان احنا طب ليه ما نشتغلش في التوعيه من الامراض، فاحنا بدانا نشتغل على برامج مع الدكاتره اللي معانا في الشركه، ان احنا طب ازاي نكتب للناس برضو ما نخوفهمش، بس مثلا نقول لهم خلي بالك التدخين بيعمل 1-2-3، السكر الكتير، الملح الكتير، وهكذا. أمراض كتير اشتغلنا عليها، اشتغلنا مع 100 مليون صحة في الحاجات بتاعتهم، عملنا ماراثونز في الشوارع عشان نوعي الناس، عملنا أوتوبيسات ناس بتدخل جواها تكشف على نفسها وتتأكد ان صحتها كويسة. أوقات كان في ناس بتكتشف انها عندها المرض قدامنا. كان ايه اللي بيحصل كمآسي الأول لأي سائح ممكن يجي مصر للعلاج؟ هي مشكلة تتحل، يعني مشاكل احنا حاولنا نحلها على قد ما نقدر. السائح ممكن كنا بنحجز الأول خالص للناس المستشفى، بس نقول له هتيجي يوم كذا، الدكتور هيقابلك الساعة كذا وتعمل العملية. كان السائح بيركب تاكسي، راجل يقعد يحاسبه بطريقة غلط، يدخل ياخد شقة، يعني الأوتيلات كده كده أسعارها معروفة، بس ياخد شقة لا حد يضحك عليه، لا هو ولاده ومراته فياخد شقة بالظبط. وكمان كان ممكن يروح لحد مش هو ده اللي المفروض كان يروح، يعني احنا عندنا في الشركة أطباء بيشتغلوا معانا، هم اللي بيقولوا الحالة دي تروح فين مش احنا، يعني احنا شغلتنا ان الناس تبقى مرتاحة، ان الناس تروح من تنزل من بلدها لمصر يبقوا مرتاحين، مش في دماغهم حاجة خالص غير ان هو يتعالج ويتعالج علاج متميز ويرجع بلده تاني. الفكرة كلها ان افهم ده النقطة دي، يعني انا كمريض ببعت الورق بتاعي، الاشعة، التحاليل، رأي الطبيب اللي في بلدي، صح؟ ببعت كل الكلام ده لحضرتك، بيتعرض على كونسلت طب تاني هنا في مصر؟ بيتعرض على كونسلتنتس عندنا في الشركة الاول، بيقولوا هيروح لكونسلتنتس دول، بيحولوهم لكونسلتنتس اللي عندنا، بيبصوا عليه يقولوا الحالة تنفع ولا ما تنفعش، تنفع نبدأ نحولها للطبيب أو المستشفى اللي تناسب. الفكرة إن إحنا مش بنبيع، إحنا بنتفق على المستشفى على أرقام، والأرقام اللي بتطلع من المستشفى هي دي اللي إحنا بنشتغل بيها. مكسبها منين الشركة؟ بناخد جزء من المستشفى بنتفق معهم عليه، بس مش فوق المستشفى. أكيد الحياة مش وردية، ممكن تحصل مشكلة، مريض يشك إن الطبيب ما عملوش العملية بشكل معين، الخياطة ما كانتش سليمة بشكل كامل، التفوض لا تحصدوا عليه، يعني في أي شكل قانوني يعود ما بين حضرتك وما بين المريض أو ما بين المستشفى اللي بتعالج فيها؟ طبعاً في اسمه إيه ده؟ زي NDA بيتعمل ما بيننا وبين المريض، إن هو مسؤول عن حاجات والمستشفى مسؤول عن بعض الحاجات الأخرى، وأنه عارف أن نسبة الريسك في العملية دي قد إيه حسب العملية، يعني مثلا لو حد جاي يعمل حاجة فوشه بسيطة، غير لو حد جاي يعمل عملية قلب، غير لو حد جاي يعمل حقن مجاري. صحيح. في شفافية كاملة في التعامل بالذات مع المريض اللي جاينا من بره. أكتر قطاعات الطبية في مصر اللي بيجي لها عملاء من الخارج أو مرضى من الخارج مين؟ تجميل الأسنان عشان حاجات ما فيهاش خطورة يعني قوي. الحقن المجهري طبعا احنا تربينا، يعني هو الفكرة أصلا لما بدأت تجيلي ما جاتليش عشان بيزنس. احنا اسكندرية بلد صغيرة، الدكاترة فيها شاطرين جدا، كان على طول قرايبي، صحابنا، صحاب قرايبي وهكذا كلهم أساتذة في الجامعة، فلما كنت بروح عيادة حد تلاقي على طول عرب موجودين، على طول ناس موجودة من برة، فدي حاجة موجودة من زمان، مش حاجة جديدة. مش أيوة بس احنا بننظمها بالظبط، أساميهم هي اللي خليتهم يجيلهم الناس دي. احنا شغلتنا ان احنا ننظمها ونكبرها. في سنة 2021 مصر كانت في المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط والخليج، تمام؟ السياحة العلاجية. في السياحة العلاجية سنة 2023 بقت في المركز الرابع، نزلت ما طلعتش. احنا محتاجين نشتغل على الحتة دي، ان احنا نرفع المستوى بتاعنا تاني. لو بدأنا نشتغل على الحتة دي انا اظن ان مصر هتقدر توصل للمركز الاول في خلال وقت بسيط جدا. المنافس لينا دبي طبعا، وابو ظبي والاردن. خدمات علاجية قوية جدا، خدمات علاجية واستشفائية. يعني في جزء اللي هو السياحة الاستشفائية دي جزء كبير طبعاً من الماركت. يعني احنا دلوقتي بنشتغل السياحة العلاجية
وزارة السياحة الاستشفائية موجود بس. وإيه الفرق عشان الناس تفهم بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية؟ السياحة العلاجية السياحة اللي واحد مريض بالقلب بالكبد ده جاي يتعالج. جاي يتعالج. السياحة الاستشفائية حد عايز استرخاء، حد عايز يعمل يفصل في مرسى علم، في الجونة، في الحاجات دي. ومش يفصل بس، مثلا عنده عايز يعمل علاج طبيعي بس يكون مثلا بمية بطريقة معينة، بيروح الواحات، بيروح الدفن في الرملة، الحاجات اللي فيها ملح، الطين، الكلام ده في الأماكن السياحية اللي عارفين نسوق الكلام ده. احنا عارفين نسوقه يعني، احنا دايما نقول ايه عندنا فلوس بس مش عارفين نسوقها. احنا بنعرف نسوق الكلام ده بقى، نسوق الكلام ده طبعا، ده ديستنيشن ماركتنج يعني. بس هي الفكرة كلها ان هو بيتوق لمجاميع. انت كل اللي انت اشتغلتيه ده في قطاع واحد صح كده؟ طيب احنا محتاجين بقى تشتغلي في كل القطاعات الطبيه وتساعدي كل الناس، وتساعدي كل الناس اللي عايزه تتعالج وشايفه مصر امل بالنسبه لها. نساعدك ازاي؟ ايه الوزارات اصلا المسؤوله عن السياحه العلاجيه في مصر؟ طبعا وزاره الصحه اول حاجه. تمام، ادي وزاره الصحه. اكيد وزارة السياحة. بس برضه الداخليه مسؤوله، برضه السياحه مسؤوله. طبعا ووزارة الداخلية بتتبلغ لما بيبقى فيه سياح، الشركات السياحة بتتبلغ. هتسافر ازاي مثلا الواحات؟ وزارة السياحة طبعا. وزارة الاتصالات المفروض ان يبقى فيه وسيلة اتصال ما بين كل العناصر دي وبعضها، والقطاع الخاص لازم يبقى موجود. وحضرتك عملت منصة؟ احنا عاملين منصة اسمها ايه بقى؟ ماترابنت. بقدر ادخل عليها كمريض احط بياناتي واتخاطب معاكوا وتحددوا لي كل حاجه من خلال المنصه؟ دي منصه مصريه 100% صح كده؟ 100% بداتها من سنه ونص. ايوه الناس بتدخل لها، بتدخل على السوشيال ميديا عندنا على الفيسبوك والانستجرام ترافمد، بيلاقوا كل المعلومات. عايزين يدخلوا على الويب سايت بيدخلوا على اللينك، بيدخلوا بيلاقوا قدامهم ممكن يعملوا سيرش على الدكتور، يعملوا سيرش على المستشفى، بحث عن المكان نفسه اللي عايزين يروحوا فيه. يعني ممكن مثلا مريض يبقى بيسأل من الأول أنا عايز مستشفى في اسكندرية، أنا عايز مستشفى في القاهرة، هو عايز المكان مش عارف مين الدكتور، هو عايز المكان الأول. اتقال له إن هو راح المكان ده، وده الورد أوف ماوث اللي هو الماركتينج بطريقة مختلفة. بيسيرش بعد كده بيبدأ يتواصل مع حد من خدمة العملاء عندنا، بيبدأ يوجهه لفين هيروح المستشفى، بيعمل أونلاين كونسلتيشن مع الدكتور، بيقابل الدكتور لأول مرة لو خلاص، لو خلاص هيشتغل مع المستشفى دي بيقابل الدكتور لأول مرة، بيتكلم معاه، بيطلب منه تحاليل وأشعاعات تانية لو محتاج، لو مش محتاج خلاص بيتحدد له الميعاد وبيبدأ يتحجز له من إدارة الحجز عندنا، الطيران والإقامة والترانسبورتيشن الداخلية في مصر، ويجي مصر يستقبله حد من عندنا. بيفضل بقى في حد مسؤول عن المريض ده من ساعة ما بيحجز لغاية لما بيرجع بلده تاني. في دول مرفوضة؟ لا ما فيش دول مرفوضة، بس ممكن يبقى في حاجات ليها علاقة بالفيزا بس، يعني ورق موافقات أمنية. موافقات أمنية أو ورق لازم يتقدم. بتتعمل هو في بلده. تعمل هو في بلده. لما تخلص ويجي أهلا وسهلا فوق دماغنا. طبعا. إيه شروط الطبيب اللي ينضم لحضرتك؟ أولا الطبيب اللي بينضم لينا بيبقى على مستوى معين من الخبرة وعلى مستوى معين من التعليم الطبي، ومعاه دكتوراه ومعاه أفليشنز من أماكن، بيبقى عنده زي ريفيوز يعني من البيشنز إن هو عمل عمليات قد إيه والسكسس بتاعها إيه. السمعة الطيبة أكيد بتفرق. وطبعاً الدكاترة ميلي برضو الميديكال تيم عندنا بيبقى عارف الدكاترة كلهم، ويبقى عارف مين يتقبل مين. لازم شهادات من وزارة الصحة طبعا. لازم اعتماد العيادة، كل الكلام ده موجود عندنا طبعا. طبعا احنا ما عندناش في مصر هنا مراكز استشفائية بمعنى الكلمة. موجود. والفرص بتاعته فين؟ هو موجود في مرسى علم، موجود في الغردقة، وفي في القاهرة، بس مش كتير، بس موجود. وموجود فايف ستارز، وبيشتغلوا على اجانب من اوروبا وشغالين كويس يعني جدا، يعني معروفين على مستوى العالم، على مستوى اوروبا. طبعا. وفي دلوقتي استثمارات متجهه ناحيه الحته دي، وفي مراكز تانية بتتبني، وفي يعني الموضوع ان مصر بدأت تنتبه للسياحه العلاجيه، نقدر نقول كده باختصار. والمستثمرين المصريين والاجانب مهتمين بالموضوع، ودلوقتي بدا يتعمل مراكز كتير في الحته دي. يلا بينا، انا عايز اوري الناس ان الموضوع مش سهل. انت عندك عدد موظفين كبير جدا، هنروح لهم ونتكلم هناك. يلا بينا.